برنامج مهاويز التاريخ رجع من جديد بشكل جديد وبموضوعات جديدة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هيستومينياكس أو مهاويز التاريخ اللي زينا كده. اهلا بكم في الصفحه الجديده بتاعتنا The Egyptomaniac. وقبل ما تسالني يعني ايه Egyptomaniac، الموضوع ببساطه كلمه Egypto جايه من كلمه Egyptology او علم المصريات، وكلمه Maniac يعني مهووس، فEgyptomaniac يعني المهووس بالمصريات. طبعا ما تحاولش تقول كلمه Maniac قدام واحد ما بيعرفش يتكلم انجليزي لانه ببساطه هيفهمها غلط. ليه ما اخترتش اسم مختلف؟ ليه؟ ومن تاني مهاويس التاريخ هيكون بيتكلم في التاريخ، لكن ده ما يمنعش ان احنا هيكون عندنا موضوعات تانية في فيديوهات تانية باسامي تانية، بس نخلي الموضوع ده مفجر لوقت تاني، ههريكم فيديوهات. طيب هنتكلم عن ايه النهارده؟ النهارده الحلقه بتاعتنا هتكون لطيفه خفيفه ظريفه كده، هنتكلم عن مهاويس المصريات اللي زينا كده، بس الناس دي بقى هم معلمين علم المصريات، هم برنسات علم المصريات. طب مين يا عم مين الناس دول؟ ثلاث شخصيات مهمين، شامبليون، ماسبيرو، وماريت. ايوه كده يا عم، برافو عليك، تعجبني وانت مصحصح. فعلا الاسامي دي اسامي شوارع، وبالاخص الشوارع اللي حوالين المتحف المصري في التحرير. طب اشمعنى الناس دول؟ لان لولا الناس دول لا كان بقى في علم المصريات ولا كان بقى في متحف مصري من الاساس. شايفك بدات تطلع دخان من ودانك، انا حاسس بيك. تعال ناخد القصه واحده واحده وهنعرف مين الناس دول بالظبط. الحكايه نجم النجوم تبتدي بعد الحمله الفرنسيه على مصر 1798-1801، وزي ما كلنا عارفين الحمله الفرنسيه فشلت عسكريا، لكن ده ما يمنعش انها عملت اثرين كبار. اول حاجه عملت نقله حضاريه لمصر كبيره جدا، والناحيه الثانيه فتحت عينين العالم على موقع مصر الاستراتيجي واهميتها تاريخيا واقتصاديا. بس كده؟ لا طبعا. علماء الحملة الفرنسية معلم وهم راجعين على فرنسا كان معاهم كتاب كبير كده ملزلز. الكتاب ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ديسكريبسيون دي ليجيبت. يعني ايه ديسكريبسيون دي ليجيبت؟ يعني وصف مصر. وصف مصر ازاي بقى؟ وصف مصر اقتصاديا، وصف مصر جغرافيا، وصف مصر عسكريا، وصف مصر اجتماعيا، وصف مصر تاريخيا. المهم يا سيدي، الكتاب دوت بعد ما انتشر في اوروبا بدأ يظهر حاجة كده في أوساط العلمية اسمها الاهتمام بالمصريات، اللي هو معناه إيجيبتومينيا. يعني إيه إيجيبتومينيا؟ يعني الهوس بالمصريات. وكلمة الهوس بالمصريات دي بقت معروفة في أوروبا في الوقت دوت. أنت لو دخلت على جوجل وكتبت إيجيبتومينيا هيطلع لك مقالات كتير قد كده بتتكلم على هوس الأوروبيين بعلم المصريات. الكلام ده كان سنة كام يا مؤمن؟ الكلام ده كان سنة 1801. يفوت بعديها 27 سنة ويجي يزور مصر واحد مهم جدا جدا جدا. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه جان فرانسوا شامبليون. شامبليون كان واحد من اعظم الشخصيات اللي اشتغلت في علم المصريات ودرسوا الاثار المصرية القديمة، بس هو ما كانش الوحيد. وفي معلومة شائعة بتقول ان هو اول واحد يفك رموز حجر رشيد، بس الاشاعة ديت مش مظبوطة. ليه؟ لان كان في واحد قبله اشتغل على حجر رشيد. طبعا كلنا عارفين حجر رشيد اللي اكتشفوه علماء الحملة الفرنسية لما كانوا موجودين في مصر. الحجر ده فين يا مؤمن دلوقتي؟ الحجر ده موجود في المتحف البريطاني في لندن. طيب طالما هي اشاعة ان شامبليون هو اول واحد اشتغل على حجر رشيد، ايه الانجاز اللي عمله شامبليون بالظبط؟ اقول لك يا سيدي، شامبليون نجح في ان هو يترجم الاسامي اللي موجودة على حجر رشيد، وبالاخص الاسم الخاص بالملك بطليموس الخامس اللي كان موجود على الحجر زي ما احنا شايفين في الصورة. بعد لما شامبليون عرف يفك الحروف بتاعة الاسم، عرف يعمل زي أبجدية مبسطة لبعض الحروف ويترجمها باللغة القبطية، وبكده عرف يترجم كلمة في كلمة في كلمة، وعمل لنا شوية كلمات كده مترجمة من اللغة المصرية القديمة. خلي بالك ده إنجاز عظيم جدا، وفتح المجال بعد كده علماء المصريات ان هم يكملوا المسيرة من بعده ويترجموا لنا بقية حجر رشيد. المهم شامبليون كان عايش ايام مين يا معلمين؟ محمد علي باشا. واللي حابب يقرا اكتر عن شامبليون في مصر يقدر يرجع للكتاب دوت، شامبليون في مصر الرسائل والمذكرات. الكتاب ده مهم جدا. ليه؟ لان هو مش بس بيحكي لنا عن قصه شامبليون في مصر،
لكن كمان بيدي زي لمحة بانورامية عن حياة المصريين في الوقت دوت، أكلهم وشربهم ولبسهم وحياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وكل ما تتخيله من عينين الرحالة الأجانب اللي كانوا موجودين في مصر في الوقت ده. بعد ما عرفت عن شامبليون ما يفضلناش غير بس إن احنا نمشي في الشارع اللي على اسمه شارع شامبليون اللي موجود قصاد المتحف المصري. وطبعا وانت ماشي في الشارع دوت هتلاقي في قصر كبير موجود على ايديك اليمين، القصر دوت اسمه قصر شامبليون. لو حابب تعرف اكتر عن القصر دوت وازاي هو اتحول لخرابه تقدر ترجع للفيديوهات اللي موجوده في الكومنت. وبعد ما تاخد بصتك السريعه على القصر هتلاقي مناخيرك اخدتها تلقائيا ناحيه الشمال. ليه؟ لان انت هناك هتلاقي محل كشري ابو طارق. انا مش بعمل دعايه للمحل مبدئيا، بس طبعا وانت رايح هناك مناخيرك كده كده هتجيبك. شفت بقى التاريخ بيجوع ازاي؟ يموت شامبليون سنة 1840 ويمسك من بعديه الراية الراجل ده أوغوستو ماريات. ماريات ده بقى يا معلم ليه قصة تانية خالص. الراجل ده يا معلم كان جاي مصر ليه؟ كان جاي علشان يلمله شوية برديات ويروح يوديها متحف اللوفر علشان يكملوا المجموعة بتاعتهم وكده، لكنه للأسف معرفش يوصل لأي حاجة. فقال لك ايه، معقول انا هرجع فاضي؟ اكيد لا. المهم الراجل اتصاحب على شوية بدو راحوا واخدينه لسكة شمال. لا مش شمال اللي هي شمال، لا هم اخدوه شمال من ناحيه منطقه الجيزه وانت ماشي كده في شارع ايه، ابو الهول. ايه المنطقه اللي موجوده ناحيه الشمال او ناحيه الجنوب من منطقه الجيزه؟ ايوه برافو عليك، منطقه سقاره. ويا ويلك يا سواد ليلك يا مريت. الراجل هناك طاقه الحظ فتحت له، الراجل اكتشف هناك الاف التماثيل على مئات المقابر، كميه اثار مهوله. المكان كان لسه محدش يعرف عنه حاجه، لدرجة ان هو كان بيردم معظم الاماكن اللي اكتشفها علشان خايف ان حد يجي تاني ويكتشف الاماكن ديت وينسب الفضل لنفسه. وطبعا كان عمال ايه، يبعد شوية من اللي بيلاقيه على متحف اللوفر. استنى استنى، هتقولي طب ومنين بتتكلم عن عظمة الراجل دوت وهو في الاول وفي الاخر حرامي؟ هقولك اصبر بس على رزقك. المشكلة يا معلم ان في الوقت دوت ما كانش في حاجة اسمها قانون للاثار ولا كانت جريمة اساسا. امال ايه؟ الاثار في الوقت ده اساسا كانت بتعامل معامله الكنوز. يعني ايه كنوز؟ يعني انت لقيت لقيه تعرف تتصرف فيها زي ما انت عايز. علشان كده ما كانش غريب ان احنا نشوف الملوك بتوع مصر في الفتره دي وهم بيهادوا الاثار بتاعتنا للملوك بتوع اوروبا، زي مثلا محمد علي. عمل ايه محمد علي؟ اخذ مسلتين من قدام معبد الاقصر وراح موديهم هلا بيلا على فرنسا. هديه؟ هديه ومقبوله والملك قبلها وزي الفل واخذ مكانها حاجات كمان. وتشاء الأقدار بقى يا معلم إن ماريت دوت ذات نفسه نظراً للجهود اللي عملها في اكتشاف الآثار سنة 1858 وأيام الخديوي سعيد تنشئ الحكومة المصرية مكتب الآثار، ويصبح ماريت هو أول مدير لهيئة الآثار المصرية. وبعد كده عمل أول إنجاز ليه وأهم إنجاز ليه هو إنشاء متحف بولاء. متحف بولاء ده يا سيدي يعتبر أول متحف في مصر لحفظ الآثار المصرية. الكلام ده سنة كام؟ سنة 1863. خلي بالك ان في الاول ما كانش في حاجة اسمها متحف المصري، متحف بولاء هو اول متحف في مصر، وبعد كده اتبنى المتحف المصري زي ما هنعرف بعد. ونتيجة لكده بقى ايه اللي حصل؟ اخد رتبة الباكوية وبعديها رتبة الباشوية ويصبح ماريت باشا. وتوفى ماريت سنة 1881. واتعمل له مدفن فين؟ اتعمل له مدفن في المتحف المصري اللي احنا عارفينه اللي في التحت. لما تيجي تروح المتحف المصري ما تنساش تبص على ايديك الشمال، هتشوف زي ما انت شايف في الصور دلوقتي المكان اللي معمول فيه النصب التذكاري لماريت، المدفن بتاعه، وفوقيه تمثال بتاع ماريت. ماريت واقف وهو باصص ناحية المتحف المصري. لما سألنا مجموعة من الناس ليه ماريت باصص ناحية المتحف المصري قالوا لنا علشان كان هو أول مدير للمتحف المصري. وفي الحقيقة المعلومة دي برضو إشاعة. ليه؟ لأن ماريت اتوفى سنة 1881 والمتحف المصري افتتح رسميا سنة 1902، لكن علشان إنجازات ماريت في متحف بولاء اتصنف على إن هو أول مدير للمتحف المصري. ولما تيجي تمشي في ظهر المتحف المصري من ناحية ميدان عبد المنعم رياض هتلاقي في دوائر مكتوب عليها M و A. M A اختصار لـ أوغوستو ماريات، زي لما هتيجي قدام المتحف المصري وتشوف H وحرف الـ A اللي هو عباس حلمي اللي في الوقت بتاعه تم افتتاح المتحف
المتحف المصري. نيجي بقى لعمك ماسبيرو. جاستون ماسبيرو كان عالم مصريات بيتدرب تحت ايدين ماريت، ولكنه كان متخصص في اللغات المصرية القديمة والآثار، وبالتحديد اللغة المصرية القديمة، وكان مهتم جدا بالاكتشافات اللي كان عاملها شامبليون، وكان كمان بيعتبره زي مثله الأعلى كده. وبعد وفاة ماريت والتوصية منه، أصبح ماسبيرو هو اللي حامل شعلة الحفاظ على الآثار المصرية ودراسة المصريات في مصر، وطبعا بقى هو تاني مدير لمتحف بولاق. ومش بس كده، كمان ماسبيرو هو اللي أسس معهد اللي هو اسمه Institut Français d'Archéologie Orientale. المعهد ده مشهور جدا بمكتبته الأثرية الضخمة والأوراق العلمية اللي لغاية النهاردة لسه بيطلعها، وكمان البعثات الاستكشافية اللي بيمولها. وزي ما قلنا في الوقت دوت، الآثار المصرية كانت بتتهادى للملوك بتوع أوروبا، بس عمك ماسبيرو قال لا، النو بالفرنساوي، قال نو. ومش بس كده، في وقت الراجل دوت تم القبض على عيلة عبد الرسول اللي كان تحت ايديهم في الوقت دوت مومياوات لأهم ملوك مصر. الموضوع ده في الوقت ده كان زي جريمة القرن كده. أنا شايف عينيك بدأت تلمع وعايز تعرف عن الموضوع دوت، بس ما تقلقش، الموضوع ده هيبقى ليه حلقة لوحده. وبعد ازدحام متحف بولاق بالآثار، بدأت المطالبة بإنشاء متحف جديد وكبير علشان يضم آثار أكتر وأكتر، ومن هنا ظهر المتحف المصري اللي في ميدان التحرير، ويبقى ماسبيرو هو أول مدير فعلي للمتحف المصري اللي في التحرير. ومش بس كده، ماسبيرو كمان ساهم في إنشاء عدد من المتاحف اللي موجودة في الأقاليم علشان تخدم على الاكتشافات اللي كانت بتحصل في مختلف أقاليم مصر، ويخفف الضغط عن المتحف المصري. سؤال بقى سريع، انت عارف في كام قطعة اثار موجودة في المتحف المصري في التحرير؟ سيبك تدور عليه. وخد كمان السؤال دوت، مين العالم اللي كان بيحاول يفك حجر رشيد قبل شامبليون؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، وجزاك الله كل خير. اشوفكم على خير الحلقة الجاية.